فاعتقد ان هو الشناوي. الشناوي تشكيل جده يا جماعه الماتش غنيا. الشناوي هيلعب في ناحيه اليمين حاليا يمكن محمد هاني. سجلها خلي بالك محمد هاني. محمد هاني بجد مفيش انت ماشي. دلوقتي هتحط مين؟ محمد علي هاني او عمر جابر. ممكن عمر جابر يبقى موجود او عمر كمال عبد الواحد كان بيلعب ماتشات كتير بس مؤخرا ماشي. يمكن مع الكابتن ايهاب جلال عمر جابر كان معاه في بيراميدز فاعتقد ان محمد هاني سنتر باكين. عندك سنتر باكين هيلعب ممكن عم منعم والونش دول مؤخرا اللي كانوا بيشاركوا بشكل اساسي. فتوح ناحيه الشمال. فتوح في نص الملعب. رايك ان هو ما ياخدش مخاطره على حجازي؟ لا حجازي لسه راجع من الاصابه فاعتقد ان هو لسه تجربة. يمكن كمان الناس يحط اسمه في القائمه الاولانيه وبعدين رجعوا تاني حطوها. انا اتكلمت في القصه دي والحقيقه استفسرت فيها وكنت عايز افهم ايه القصه. وهو يعني حصل خطا يعني اداري يعني ومس يعني مفيش كوميونيكيشن مفيش تواصل جيد ما بين المركز الاعلامي وما بين الجهاز ولازم الحته دي تتحسن يعني طبعاً. الموضوع مشي يعني لكن هي ولا وعرفت برضو قصه ان برضو عشان اقول لك الحقيقه كامله ان حجازي كان مصاب وكان في ماتش في الدوري السعودي كان هيتلعب والماتش ده اتاخر 3 ايام فهم كان حجازي بره الحسابات ان هو مش هيلعب في الماتش ده لكن دلوقتي بقى ممكن يخش القايمه بتاعه الماتش بقى متاجل 3 ايام بقى ممكن انه يخش في الماتش فده السبب ان هي قصه اتاخرت. قول لي بقى كمل لي التشكيل في نص الملعب. في نص الملعب تعتقد انه هيلعب طارق حامد ولا هيضمه اصلا؟ ما انت قول لي ايه رايك. انا هقول التشكيل بتاعك. تشكيل من وجهه نظرك انت ولا من وجهه نظر الكابتن؟ انا وانت هنخمن ونشوف مين اكتر هيبقى اقرب للتشكيل بتاع كابتن ايهاب جلال. تمام. مين اللي هيبقى هنشوف بعد الماتش هنقول مين اللي اقرب انا اللي اكسب ولا انت. تمام ماشي. لو كده هحط بقى السوليه والنني. السوليه والنني هو بيلعب دايما بطريقه 4-3-3 جده. السوليه عنده خلفيه جده عنده لو مش جاهز هو ممكن يلعب الماتش الاهلي بس عنده ما اعتقدش اللي هو الفاينل ده جات له تاني مره في نفس الحته. ماشي السوليه والنني ماشي. لو السوليه جاهز لو مش جاهز خلاص انا بتكلم لو جاهز كلهم جاهزين احنا بعد الماتش لما يتعمل التشكيل تمام هفضحك على تويتر. حط دونجا حاسس ان هو هيلعب دونجا. السوليه والنني ودونجا في نص الملعب ثلاثه في نص الملعب ويلعب قدام صلاح وتريزيجيه مصطفى محمد. ده تشكيل جد. تشكيلك بقى. تشكيل انا هكتب لك انا. ايه ماشي ما هو ده كله متسجل اهو. ده كله متسجل. انا بقول الشناوي. تمام. الشناوي وعبد المنعم والونش انا معاك. وانا بقول انه هيلعب باك رايت بعمر كمال عبد الواحد. تمام. وباك ليفت فتوح. وفي نص الملعب على الدايرة النني نمرة 6 وهيلعب بزيزو على يمينه وعلى شماله الناحية التانية حمدي فتحي ده أنا عايز كده وصلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه الاختلاف نص الملعب يعني